منتخب ليبيريا راح تستدي للاعبين اللي كيشكلوا حقيقه وراء الكره. هناك اشرف حكيمي، هناك فيصل فجر لتسديد وتنفيذ هذه الكره الثابته، ولكن اغلب الظن اشرف حكيمي هو اللي غادي يسدد هذا الخطا. نتمنى انه يعطي الكره ديالو، لان الصافره ديال الحكم اشرف حكيمي او فيصل فجر او غالبا سيس هو اللي كيسدد. اذا العديد